ونروح مع حضراتكم لوزارة الشباب والرياضة. في الحقيقة لو بتكلم على شباب مصر فهم طبعا هم أملنا للمستقبل، هم اللي قادرين إن هم فعلا يحققوا لنا كل التحديات اللي قدامنا واللي احنا بنطمح إن احنا خلاص نحطمها، نحطم كل التحديات دي وإن شاء الله نوصل بمصر للمكانة اللي فعلا تستحقها. من المنطلق ده وزير الشباب والرياضة يشهد اليوم السنوي لمبادرة شباب يدير شباب بمشاركة 1500 شاب وفتاة، وده اللي كان النهاردة اليوم السنوي لمبادرة شباب يدير شباب اللي حصل كان في المركز الأولمبي بالمعادي وبمشاركة 1500 شاب وفتاة من متطوعي وزارة الشباب والرياضة. وفي الحقيقة ده كان يوم جميل وشعور طيب من طبعا وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللي قام بتفقد الأنشطة والفعاليات والفقرات المتنوعة اللي قام بها الشباب شباب المبادرة منذ بداية اليوم. عشان نتعرف أكتر على المبادرة معي على الهاتف الدكتور محمد فوزي المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة. دكتور محمد أهلا بحضرتك. أهلا بك وكل السادة المشاهدين، تحياتي ليك يا وصل دليل. طبعا لو انا بتكلم على الشباب، الشباب ده يمكن من يعني من العناصر الهامه جدا في المجتمع ولازم ان احنا نهتم بيهم. وفي الحقيقه لو انا بتكلم الاهتمام بالشباب الفتره دي فهو اهتمام غير مسبوق من اول القياده السياسيه، وده بيدي دفعه للشباب ودفعه لكل مسؤول عن الشباب زي مثلا وزاره الشباب والرياضه ان هو يدي الاهتمام ده او يطبقه على ارض الواقع. والعديد من المبادرات زي مبادره شباب يدير شباب. امتى بدأت المبادرة وايه بتتكلم عن ايه؟ يعني هي من اسمها ان الشباب هو اللي بيعرف بعضه او هو اللي بيدي النصيحة للتاني، ولا ايه؟ حضرتك تشرح لي اكتر. طبعا الدولة المصرية بتقول اهتمام كبير جدا جدا بالشباب، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد على تمكين الشباب في مختلف المجالات، ونحن في وزارة الشباب والرياضة هي تعتبر بيت الشباب الاول والداعم كمان لكل انشطه وبرامج الشباب على مستوى الجمهوريه. كان هناك رؤيه منبثقه من استراتيجيه بناء الانسان واللي انبثقت منها الاستراتيجيه الخاصه لوزاره الشباب والرياضه واللي بتقوم على عدد من المحاور اهمها المحور البدني والمعرفي والاجتماعي والنفسي. فكان هناك رؤيه للدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه على وجود مجموعه من الشباب يديروا الشباب. شباب يدير شباب هي مبادره تطوعيه في المقام الاول، شاب متطوع عنده رؤى وافكار وضع استراتيجيه معينه لهم من خلال العمل التطوعي داخل وزاره الشباب والرياضه، ومشتركين في كل المجالات وكل البرامج والانشطه اللي بتنفذها وزاره الشباب والرياضه. طب حضرتك ازاي تم الاعلان عن هذه المبادره؟ يعني ازاي تم الاعلان عنها عشان الشباب يتقدم ليها؟ لان اللي انا فاهماه ان اي شباب متفوق في حاجه معينه سواء في اعمال تعليميه رياضيه اي حاجه هو اللي بيفيد الشاب الثاني. ازاي يعرف ويروح فين عشان يقدر يقدم مثلا او يلتقي بالشباب؟ الفكره بدات من 3 سنوات داخل وزارة الشباب والرياضة، وتم الإعلان عن فتح باب التطوع على عدد كبير من البرامج والأنشطة اللي بتنفذها وزارة الشباب والرياضة. أيوة. الشباب والرياضة لديها المنصة الإعلامية الخاصة بها وهي بوابة مصر للشباب والرياضة والحسابات الرسمية الخاصة بالوزارة. تم الإعلان وتم التصدم بالفعل وفقا لضوابط ومعايير معينة. أهمية مبادرة شباب يدير شباب كمشروع كبير ومبتكر زي ما اكد الدكتور اشرف صبحي واللي استطاعت ان هي تنجح في تحقيق الاهداف المرجوه واللي بتقدمها الوزاره. كمان هذه المبادره بتلاقي دعم كبير جدا من وزير الشباب والرياضه، وزي ما احنا شايفين 1500 شاب على مستوى جمهوريه مصر العربيه من كل محافظات الجمهوريه. ده اليوم السنوي الثالث بتاعهم واللي تم استعراض ما تم تقديمه، ومن خلال كمان اشتراكهم في البرامج والانشطه الخاصه بوزاره الشباب والرياضه في مختلف محافظات الجمهوريه، مش بس في القاهره، لا في القاهره والجيزه وكل المحافظات بيتم الاستعانه بهؤلاء الشباب كمتطوعين في العمليات في تنظيم الاحداث الرياضيه، في تنظيم جولات السيد الوزير، وكمان مع الساده المحافظين في مختلف المحافظات. هل نقدر نقول ان بعد 3 سنوات بيزيد عدد اقبال الشباب اللي بيتطوع عشان يقدر يخدم في المبادره العظيمه دي؟ وزاره الشباب والرياضه مفتوحه لكل شباب مصر. بيت الشباب في مصر يقدروا يتقدموا في اي وقت. بنقدر نحتوي الشباب، بنقدر نوفر لهم
المبادرات الاخرى مش بس شباب يدير شباب، لا عندنا مبادره انا متطوع واللي عدد كبير من المتطوعين شاركوا في تنظيم معرض القاهره الدولي للكتاب بالتعاون مع وزاره الثقافه. يعني هناك رؤيه مختلفه بتقدمها وزاره الشباب والرياضه، بتقدمها وزاره الشباب والرياضه لكل شباب جمهوريه مصر العربيه في هذا الشان. ايوه، طب اخيرا دكتور محمد، لو انا بتكلم على الشباب المصري، شباب مصري ما اقدرش اقول هو الشباب اللي داخل بس جمهوريه مصر العربيه، في شباب مصري مهاجر في الخارج، هل برضو في يعني عنصر ربط ما بين الشباب دول؟ بالفعل احنا عندنا برامج خاصه لشباب وبنفسها بالتعاون مع وزاره الهجره، لان الشباب دول ليهم تجاربهم اللي ممكن هتفيد الشباب اللي على ارض مصر ويحبوا يسمعوا منهم عملوا ايه ازاي. في برامج خاصه بنقيمها لشبابنا المهاجر في الخارج، وبيتم تنظيم رحلات ليهم هنا بالفعل ولقاءات على اعلى مستوى بننفذها بالتعاون مع وزاره الهجره. عظيم، ان شاء الله يا رب يعني كل التوفيق لهذه المبادره اللي ان شاء الله سنه عن سنه اكيد بتحقق نجاح كبير. بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمد فوزي.